أسرة إلياس نيوز تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الرائعون أيتها الرائعات، عودنا والعود أحمد. أول نهار في رمضان نعود ونقول لكم جميعا مبروك عليكم رمضان، الله يدخله بالصحة والسلامة والعافية ويحفظنا وإياكم من شر الخلق أينما كانوا يا رب العالمين. اليوم سيداتي وسادتي غادي نتكلموا في ثلاثة ديال الفقرات، وهاد الفقرات ما يمكنش يعني ما نهضر بحال دابا ما هضرنا البارح، انا مجيدو هذا تبون حاشاكم في قناة الجزيرة، وعلى انه طلق او يعني اعلن الطلاق ما بين المغرب والجزائر بالثلاث، يعني قال نقطة ماذا؟ نقطة اللا عودة، بمعنى خلاص الطلاق الثلاث، بمعنى احنا هما المغرب ذكر والجزائر مؤنث، اذا طلاق نقطة اللا عودة. اذا انا كنفكر بصوت مرتفع باش ممكن ترجع العلاقات، خص الانثى عليها ان تنكح زوجا غيره، بمعنى خصها يعني كتقول المراه يعني تتزوج زوج غيره حتى تقدر ترجع، هذه باش اذا كان واش ممكن ترجع العلاقات من دابا 10 سنين 20 عام 100 عام الله اعلم. اذا الجزائر عليها ان تنكح، او شكون اللي غادي ينكح، شكون اللي غادي يتزوجها زعما حتى باش تحللها زعما حتى ترجع العلاقات مع المغرب في يوم من الايام، من دابا ربما الله اعلم 50 100 عام 200 ما من يدري، في ظل الحكم العسكري والطراطير يتكلمون باسم الكراغله الطرطور ولد مسيلم الكذاب حفيد الاتراك وحفيد الكراغله، ولا شوف عباد الله كان كيقول واحد المثل جدي ملي كنقدي حنا رضينا بالهم والهم مرضى بينا، هاد قشور المناخر هادو خلى هذاك سيمبارك مساك الله يرحمه، هادو ولاو كيقول لك وصلنا معنا نقطة اللا عودة. ما علينا، غادي نرجعو نجيدو الصوت بعد قليل، ولكن لابد ما نتكلموا لأن البارح الأربعاء، والأربعاء دائما الإعلام الجزائري الأبواق ديال العسكر متعودين دائما متعودين باش يهضروا لنا على المخدرات بشتى أنواعها اللي كيدخلوا المغاربة الجزائر، وهما كيشدوهم من عمسيدي وداكشي ديال السنديباد البحري، وكيديروا لهم كيربطوهم بالحبالات وكيصوروهم وكيديوهم للحبس، ولكن فين هاد المغاربة؟ الله أعلم فين هاد الخبر هذا غير عندهم في كوكب الجزائر فقط. شروق تقول كشفت وزارة الدفاع الوطني الأربعاء عن حصيلة التدخلات التي نفذتها وحدات ومفارز الجيش الوطني، وقال البيان بيان وزارة الدفاع الوطني قال أن إن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف، ردوا معايا البال مزيان الله يخليكم، راه شي حاجة ماشي سهلة، راه شي حاجة كبيرة كتوقع من الأربعاء للأربعاء، حتى لا ما كاين لا حد ولا اثنين ولا سبت، حتى إلا كانوا مثلا لنفرض مثلا في سامد غودي مشاو المغاربة ناشطين نعم سيدي وهازين داك الشيء ديال المخدرة، لا شد كيقولوا تسناو حتى الميرك غودي، واخا يشدوهم في أي نهار هذاك النهار ديال الأربعاء هو النهار ديال التقديم والنهار ديال فاش كي وكيبقاو المغاربة قاعدين وصابرين وكيساينوا 48 ساعة 72 ساعة ويساينوا، احنا حتى توصل لك الأربعاء عاد نقول يلا دير لي المينوطة عمي الكرغولي، واخا ما عليناش. قال لك مختلف مصالح الأمن، هادشي مع الجيش أشنو؟ مختلف مصالح الأمن أشنو دارت؟ أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 39 39 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بقنطارين و18 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 87,401 قرص مهلوس. بقوا معايا 87,400، وري المخرج الله يخليك باش هادشي من عندهم من المصدر ديالهم، 87,401 ماشي 402 وماشي 403 وماشي 407، الضبط نعم سيدي محسوبة حبة حبة، 87,401 ديال القرقوبي. هاد القرقوبي منين داخل؟ داخل قال لك سي من المغرب، ولين داخل؟ داخل الدولة المصنعة للقرقوبي، الدولة الأشهر في العالم بصناعة القرقوبي وتوزيعها واستهلاكها، هي اللي
غادي يدخلوا ليها 87,401 ديال الاقراص المولوي ثمانين ولكن داكشي مع باناشي مع ميلونجي مع داخل داكشي مع الدخله ديال رمضان ضروري مشوي ديال الباناشي مع الكيف المعالج شنو هذا قال لك وديك الجوانات قال لك ديالها داكشي ناضي ديال الطبيصله وعاد شنو اخر قال ودا باطا 23 مركبه و 250 مولدات كهربائيه و 137 مطرقه انا 137 مطرقه 137 مطرقه شنو زعما كيطرق واش كيصاوبوا بهم الجوانات كيشدوا دابا الجوان ياك كيردوا واقيلا كا انا كنفكر بصوت مرتفع دابا الشطريب ديال الهاش داكشي ديال المزيانه ولا كل اش كيسميها هكاك وكتبقى تدقها بالمطرقه حتى كتولي زعما هكا بحال ديك الورقه ديال البسطيله يمكن عاد كدير فيها شويه ديال قريقبات هكاك ديك قريقبات كدير لها زعما بريوات مع رمضان انا كنجتهد انا نقدر نكون غلط ولكن انتم صحوا لي يعني يقدر يكون اكتشاف او اختراع ديال النوع ديال المخدر ديال سميتو ديال البسطيلي ديال البسطيله والعجيب في الامر الا رديتوا معايا البال مشاهدينا الكرام للصور ديال العسكر اللي شادين الحشيش شوفوا كما كيبان لكم شحال دوك الافلام المصريين ديال الحسنين ومحمدين ديال يونس الشلبي الله يرحمه فاش مشى للعسكر ولوا هذوك اللي معاه ميتين بالجوع سوء التغذيه كتشوف معايا بنادم عسكري مصدي شوفوا معايا الله يخلي واش هادو عسكر ما باينش بالله راه كيمثلوا دور مسرحي باش يصوروا مساكن هكا شميكرات هكا دوك شميكرات مساكن هكا وموقفينهم هادوك اللي ما يعني تشدوا ديروا في الطار والزبل محال يقدر يطلع منه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هادو عسكر قال لك ديال الجيش ضاربة حنا قوة قوة ضاربة حنا قوة قوة ضاربة وعندنا احسن منظومه صحيه في افريقيا وحنا كوكب وحنا اللي دخلنا الاسلام لاوروبا والجزائر مهد الحضارات ايه هكا كيقول مجيد الصوت وكيخرج عينيه ولهذا ملي انا كنقول الرئيس تبون كنقول عليه حفيد مسيلمه ولهذا كنقول عليه انا ولد فرنسا كاين اللي غايقول لي سي الياس ملي كتقول ولد فرنسا بمعنى لقيط يعني من الزريعه ديال اللقطاء كنقول لكم فكروا معايا غير بالمهل وانا راه باقي صايم دابا اللهم اني صايم فكروا معايا غير بالمهل ياك مجيلو قال لهم ما عندكمش هويه ما عندكمش تاريخ ماما معروف هادشي ياك بمعنى واضح باش نعتهم وشنو قال لهم وقال لك خصو يعتذر ومن اللي قال لهم ما نعتذرش هذه هي الحقيقه الكراغلة بمعنى لقطاء ما عندهمش هوية أين أبي أين جدي هتبقوا هكاك تحماقوا وهادشي باين من الذباب الإلكتروني اللي كيطلع في بعض اللايفات في التيك توك أنا كنشوف غير هاد اليومين كيطلعوا شي وحدين إلا قلتي ليه لقيط بمعنى راك ركبتي ليه واحد الوسام ذهبي على كتفيه ومع احتراماتنا يعني الناس اللقطاء الذين لا ذنب لهم وإنما كيكون فيهم بعض بلا ما نبقاو إذن الرئيس مجيدو السلطة قلت ماكرون قال كاع داكشي كله ياك وقال لك استدعينا السفير من فرنسا من أجل التشاور شوية قال لك غادي يبقى السفير حتى يعتذر يعني تبون ولا الحكومة الفرنسية لم نرى أي اعتذار بل هناك إصرار على المواقف الفرنسية وعلى المواقف ديال ماكرون اللي هي مواقف ديال شارل دي غول ديال من سنوات طوال ملي قال خرجنا من الجزائر وتركنا أبناءنا في بطون نسائهم وهم فهادشي هذا واضح واش أنا عرفت هذا الكلام هذا حقيقة حقيقة من ذهب لأن التاريخ لا يرحم وغادا تبقى هك ولكن واش يقدروا يردوا علينا اي احد ما يقدروش لان كلامنا صحيح مليون في المية السفير رجع لفرنسا ولا ما رجعش رجع لفرنسا مجيدو السلطة درتي شي حاجة ما درتيش ماكرون تراجع ما تراجعش كلامه بقى هكاك ثابت على نقول شي هضرة مش كنت غنقول على جيبيكم ولكن الصراحة هو راه ثابت في مكان اخر بقى نيماكم هكاك قال لك وصلنا لنقطة لا عودة لحنا بكم زعما فراقكم على فراقكم ما غيديناش النعاس زعما ها البلد ديال الحماق البلد ديال المسطين جا الاخو قال لك بلد المليون ونصف مليون لقيط ايه نعم هذه هو الواقع وهادشي راه دار معاكم المزيان ما قال حتى شي عيب يلاه شوف ليا فينا جلفت شحال عندكم تما البلاد نكونوا واضحين اما الا جيتي تقول لا هذوك الجماجم من يمك داك النار في باريس من اللي خرجتوا يا معشره ولاد الحرام من بعيلكم كتسبوا كتقطعوا التصاور ديال الملك وتسبوا تعايروا في المغاربه
كلاب ديال الكراغله، كان خصكم تمشيو للمتحف وتطالبوا تقولوا نريد رؤوس اجدادنا، نريد الجماجم وتما قولوا لهم الشامخات العاهرات الخانزات هادكم يا المسخات يا بنات الهادي. فانا هنا عاد نسميوكم بالله راهو خمس تعملي لكم من عسكر في شي حاجه اللي هي شويه مزيان. الشهداء نحن من نمجدوا للشهداء ونحيا الجزائر، وهذوك اللي في المتاحف تما اللي كيضحك على يماكم العالم يا ولاد الله بروخه، اللهم اني صايم. ها خصايم كينيرفيوني انا هاد الناس. قال لك نقطه العوده. المهم اش قال اخر عاود مجيدو الصوت القناه الجزيره مع بن قنا هاد، قال لهم تدهور وركزوا معايا الله يخليكم مزيان، حنا قصارين دابا، واسمعوا مزيان وشوفوا في المقطع ديال الفيديو بعد قليل اشنو كيقول مجيدو. تدهور الوضع في تونس منذ استقبال من زعيم البوليزاريو. سمعوا الفيديو الله يخليكم. تونس فيه مؤامرة على تونس حاليا، وتأزمت الأمور كثير من يوم ما تونس استقبلت إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية. سمعتوا ياك بمعنى ود اللبروخة بحال اللي كيقول ملي استقبل أبو بوريس العميل، هذا العميل العدو ديال تونس الأول اللي هو أبو بوريس، هذا شنو سميتو هذاك المخنزي هذاك السيد ياك، ملي استقبل هذا ديال صعاليك تيندوف من تم، هذه على لسان، هذه شهادة على لسان مجيدو السلطة، من تم قال لك صافي مشات العمل، تدهور الوضع في تونس، مشات اللور مؤامرة هذه. إذا ملي مشاو كيضربوا في مصالح من ديال المغرب، إذا شكون اللي غيدير المؤامرة؟ إذا المغرب. هنا قال مجيدو السلطة قال لك تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر تقف معها، أحب من أحب وكره من كره. يعني شكون زعما حنا هما الخايبين كنديروا المؤامره، وشكون هما الزوينين الكيوت؟ هما ولاد الكراغله ولاد اللقطاء ولاد المليون ونصف مليون لاقيط، هما اللي واقفين زعما مع تونس ونحن نقف معها، احب من احب وكره من كره. الله عليكم يا جزائريين، الله عليكم، والله يجب ان تدسوا وجوهكم في التراب. ايحكمكم طرطور كذاب مثل هذا؟ ايحكمكم هذا حفيد مسيلمه الكذاب وانتم تنظرون؟ ما لكم كيف تحكم؟ أنتم لازلتم ليومنا هذا ساكتون، الكذب بالليل والنهار، وأنتم والله ما عرفت باش نوصفكم، مع احترامات واحد الفئة. في تصريحات جديدة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد على أنه في سنة 1964 الحكومة الإسبانية قال لك في عهد فرانكو أعطاته منحته الصحراء المغربية يعني للجزائر، ولكن قال لك مجيدو السلطة قال لك بالله راه بن بالله رفض العرض. نعم سيدي، اما احنا لو كنا يعني هو يعني الكراغلة لو كنا بغينا ناخذ الصحراء المغربية انذاك ملي تعرضت علينا من طرف فرانكو، كون احنا خدينا دابا كرة الصحراء ديالنا بالمحيط الاطلسي ديالها بهذه الروينة كل شيء ديالها. نعم سيدي كرة ديال الكراغلة. الله 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 الله. هنا سيدتي وسادتي تصوروا معايا، علاش انا بعض المرات ملي كنخرج على السطر واحد شويه ولكن في الحق وبالحق، وكنقول كيف هادو راضين كيقولوا عمي تبون واحد الفئه وعارفين انه مجرد يعني بهلوان مهرج وساكتين، كيف نحترمكم؟ يلا قولوا لنا، الله يخليكم قولوا لنا. هذا دازبو خروبه، دازوا اعداء الامه الاسلاميه، وبقوا غادين مرورا يعني بشحال ديال الرؤساء حتى وصلنا للمومياء اللي كان يعني الصوره ديالو كيحكموا الجزائر بصورته، واحد الصوره ديالو دايره على هذاك اللي نهالك. ها ومن بعد ها جابوا لكم هذا اللي وعباد الله، والله خصكم تخشيو جاكم، قلنا ماشي في التراب في الطرود الزبل، كل من يقبل ويرضى بهذا الوضع. اذا في الحوار ديالو اللي دار مع بن قنا في هاد قناه الخنزيره قال العرض الاسباني تم رفضه لان الجزائر لديها مبدا، لان الجزائر لديها ماذا؟ لديها مبدا سطره الشهداء والمجاهدين اثناء ثوره التحرير،
وهو عدم التوسع في أراضي ليست أراضيها. زماه مديرين بالوصية ديال الشهداء، علاش كيقولوا لهم فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا؟ زما الشهداء قالوا لهم ما توسعوش، يعني ما تاخذوش المغرب، كانوا بغاو ولكن قالوا هما داروا بالنصيحه ديال الشهداء وديال المجاهدين. المجاهدين دابا عندهم وزاره المجاهدين، هاد المجاهدين اللي ما قدروش يجيبوا الجماجم ديال جد بوهم الكلب من المتاحف ديال البيترين اللي كيتفرجوا عليهم العادي والبادي، البودي يتفرج، المسيحي اليهودي كلشي يتفرج على جد بوهم الكلب، هكا جماجم وسخه عفنه كذا. قال لك هذوك جدودنا هما اللي ما يا ولاد الحرام ما كتملوش من نفوسكم وانتم ما كتكذبوا. ما عليناش، انا مع كامل احتراماتي وبكل ادب واحترام، ولان هادشي هذا صراحه هو يستفزني، ولكنني غادي نحاول نقول اللهم طولك يا روح، وغادي نمشي دقه دقه يعني بشويه كما قال. اذا اثارت هاد التصريحات ديال عبد المجيد موجه من السخرية، سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير من النشطاء وصفوه بما وصفته آنفا بالمهرج والبهلوان ومسيلم الكذاب، وعلى أن المستوى ديالو لا يرتقي لمستوى رئيس دولة يصف بلده بإحنا قوة، إحنا قوة ضاربة، إحنا قوة. وفي هذا السياق علق احد النشطاء ساخرا، واحد كتب واحد التدوينه قال له فيها قتلني بالضحك، يكذب عيني عينك وعادي جدا ما يعرق ما ينشف، والله لا العجب هذا. وعلق ناشط اخر متهكما نعلن، يقول نعلن نحن جمعية مروجي المخدرات أن النوع الذي يتعاطاه خايب السمية ليس من منتجاتنا. والله لك يكذب عيني عينك وتصوروا عباد الله. ذاك النهار قال لهم الجزائرية مهد الديمقراطيات، ومن الجزائر تتفرق الديمقراطيات وتتوزع على الدول الأوروبية في الشرق والغرب. عباد الله وسمعوا دابا، أنا كنت صور ملي يسمعوا هكا جو بايدن ديال الميريكان ويسمع بالله الغرب كي اللي فرقوا الديمقراطيه هما الجزائر، هذاك اللي قال داك النهار جو انطوني بلينكن اللي قال ليه شنو المشكل عندكم، شي مشكل مع اسرائيل؟ قال لي لا ما عندنا حتى شي مشكله. قال لي شنو هو المشكل عندكم؟ قال لي عندنا المشكل مع الحليب. والله هادشي مسجل عباد الله. واولا الكراغله واش نسيتوا العام اللي فات مع انطوني بلينكن وزير الخارجيه ديال الميريكان؟ عندكم قال لهم عندكم مشكله مع اسرائيل؟ شنو المشكله؟ قال لهم لا ما عندنا حتى مشكل. اي وشنو هو المشكله؟ قال لهم الحليب، الحليب نعم بدا كيهضر لي على الحليب ديال الغبره. قبح الله وسعيكم، كنقصد انا عملاء هذه المنطقه خونه الامه العربيه والاسلاميه، هاد الطراطير اللي هما تابعين العسكر، شكون ما كان اي احد لا يعترف بالصحراء المغربيه الغربيه والشرقيه، ايه الغربيه والشرقيه. ف قبل ما نكمل لكم، من نهار بدات قضية الصحراء الشرقية شتي شحال من واحد، شحال من جرد، شحال من فار خرج من الجحر ديالو، منهم هشام عبود وبعض من يعني كانوا يسترزقون بهذه القضية وكيقولوا على أنهم أحرار وعلى أنهم ضد النظام. فهنا ملي وصلنا قضية الصحراء الشرقية، خرجات بني كلبون، خرجاتهم الجحر ديالهم حسب المصدر أو نفس المصدر. تبون انتقد القرار ديال اسبانيا، واسمعوا مزيان شنو قال الله يخليكم. القرار ديال اسبانيا اللي هو الاعتراف مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، واللي شافوا العالم كامل وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في القارات الخمس، والزياره ديال سانشيز لجلاله الملك، وكنعقلوا كامل على ديك الاجواء ديال رمضان ياك اللي فات. مزيان اشنو قال مجيد السلطة؟ قال لك هذا القرار هذا احادي الجانب لحكومه سانشيز، احادي الجانب بمعنى شنو هي احادي الجانب؟ هو غيفسروا هنا نيت. يلا فيديو تبون يتحدث حول موقف اسبانيا من الصحراء لنشاهد. اسبانيا كان من المفروض تقعد في الحياد، هذاك هو الشعب، ولكن حازت الى المغرب في موضوع الصحراء الغربيه. ماشي الحازت، الحازت بتصرفات اللي ما تعفيهاش من المسؤوليه تاعها، وكانت تصرفات سريه. لان كنت استقبلت انا الرئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونصف، تحدثنا في كثير من المواضيع لان علاقتنا مكثفه مع اسبانيا. وفي النهايه اللي فتحوا ملك المغرب واللي قرا رساله، حتى الوزراء تاعهم ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خداه الملك تاعهم، ما على بالوش البرلمان الاسباني ما كانش على بال. حسب هذا التصريح المجيدو،
فإن هذا القرار الذي كان قد اتخذه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بدعم سيادة المغرب على صحرائه هو قرار كيقول مجيد الصوت قرار ماذا؟ سري اتخذه بمفرده بوحده هكاك نض من النعاس حيد البيجامة لبس الكومبري سلت كذا سري بوحده هو يعيط للملك ديال المغرب الكلام ديال تبون صراحة لا يدخل العقل ديال أي إنسان أنا اللي كيبقى فيها في هادشي كله لأن يا ريت لو كان بيننا وبينهم صور كيف ما كنقول ديما صور الصين العظيم كيبقوا فيها بعض العائلات مساكن اللي يا ريت كانوا يقدروا يشوفوا عائلاتهم هذا هو من أما شي حاجة أخرى أبدا كيبقوا فيها هادو خاصة الفئة الصامتة اللي كتبقى فيها بالضبط ماشي ولاد الكراغلة ماشي اللقطة هذيك الفئة الصامتة اللي كتقول الصحراء مغربية كتقول يا ربي يديرنا شي خير شي تاود ديال الخير من حكم العسكر تبون قال بالله راه سانشيز ما بلغش هذا القرار لا لأعضاء الحكومة الإسبانية ولا البرلمان الإسباني ولا الملك ديال إسبانيا ولا الإعلام ديال إسبانيا ولو لم يعلن الملك يقول تبون ولو لم يعلن جلالة الملك محمد السادس نصره الله ما اتفق عليه قال لك لما سمع أحد في إسبانيا بهذا القرار شي واحد ما كان غادي يسمع هادشي اللي وقع بيننا وبين اسبانيا والتصالح وفتحنا عام سيدي الممرات البريه والبحريه وهاد الزيارات وزيد وزيد عمليه مرحبا والتصريحات ديالهم والملك اللي قال لك ها هو الملك ما كانش في راسو ولا الحكومه ولا البر ومن بعد اشنو وقع واش شفتوا على ان طلعت الحكومه ديال سانشيز قالك لا راه هو غير بوحدو دار داكشي غير حسيمسي مع أن كيف قلت قبيلة قنوات عالمية في العالم نقلوا أنا اللي حمق أنا اللي مسطي اللي كان هدر على هادشي صراحة لأن هذا يعتبر من شرح الواضحات من المفضحات شي دابا ولاد الحرام دابا ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون ملي كتبقى تجاوب فحال دابا انا شواقع عليا كنجاوب على شي حاجة العالم كله شافها كيجي مجيدو كيقول لك لا راه سرية تشي واحد ما عارف تشي واحد هنا كنولي وحنا كنجاوبوا عبثا نحاول لكن مليون في عقل صدق من قال مليون في عقل ماشي عشرة في عقل وصدق من قال بين القرويين والقيروان توجد حديقة حيوان كيتوهموا شي حاجة اللي ما كيناش في الواقع ولا نسبة قليلة منها وهذا هو مجيدو فعلا فهو شوشع الجزائر الحقيقي قطع معنا وصل قال لك النقطة اللا عودة كين بعض الناس اللي هما يعني متفائلين شوية كيقول لك ويقدر يدوز واحد شوية غادي يمشي تشنقريحة غادي يمشي وقد يأتي عقلاء وقد والله لو لم يعني لما طحش يعني العسكر ينتهي من الجزائر حكم العسكر بصفة نهائية لن يكون خير أبدا ولن تعود أي مياه إلى مجاريها بل المياه ستنقلب إلى مياه حارقة ونطلب الله السلامة والعافية والنقطة اللي غنختبوا بها وهي خطيرة جدا هو الكلام ديال عبد المجيد مع قناة الجزيرة والبارح فاش قال الجزائر معروفة بالوساطة ما بين الدول وحل الخلافات والنزاعات ما بين الدول وهو سيتوسط في أزمة روسيا وأوكرانيا تصوروا معايا مجيد الصوت وجه البطبوطة غادي والأخر بوتين قاعد هنا والأخر ديال أوكرانيا قاعد هنا وترامب توا كيتسنى أشنو غادي يقول عبد المجيد حاشاكم باش غادي يصلح بيناتهم يتخيلوا معايا المنظر ورؤساء أخرين قاعدين توا مديرين وحنين راسهم لأن شكون هو الفنان والشهير بحل النزاعات واليوم ادخلوا هين تونس عيب الله ردوا كحلة زحلة ولاد الحرام بعيلهم طريقهم كحلة ديال بصح شي تونس دابا عرفتوا كي ولات رجعت بحال نقول واحد 70-80 سنة اللور قال الوضعية في تونس الاقتصادية الوضعية السياسية وصلت والاجتماعية كذلك لأن ملي كيتخرب الاقتصاد وكتكون قلاقل ومصائب سياسية اقتصادية كيوقع بزاف ديال الطلاق وكيوقع بزاف ديال التخريب بكثير من العائلات هذا ما يحصل اليوم في تونس لقد عادت إلى زمن الحرب العالمية الثانية إذن شكون السبب الكراغ لا شكون السبب عسكر ديال ولاد الحرام هذا الشنقريحة وهذا الطرطور هذا اللي غتحمل وزر كل هذا
يوم القيامة إن شاء الله أنت وكل العصابة وكل الإعلاميين الذين أصروا إصرارا باش يجروا تونس هكاك ويردوها مقاطعة جزائرية، تلك أمانيهم مع احترامنا نتوانسة، ولكن هذا المسار كيبان لنا قريب جدا. تونس قد تعلن ولاية كرغولية، نرجو ألا يكون ذلك. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نتمنى ما نكونش طولت عليكم، كان معكم حبيبكم إلياس، شكرا لكم، جمجموا ولا تخمموا، بارتاجيوا لك تتفقوا مع المحتوى، أرجو لكم خيرا صحة وعافية في هذا الشهر الكريم، وإلى اللقاء.